هو وجهي. يا إلهي كم أنت سطحية. أحتاج فرشاة المكياج. لا أستطيع استخدام هذا المقص طبعاً. لحظة، أوه لا أصدق أني فعلت ذلك. سأستخدم القلم كمقبض. ممتاز، سأضع بعض البودرة الآن. ها؟ من أين أحضرت هذه الفرشاة؟ كم أنا متحمسة لهذه الحفلة. قفي مكانك، الأكل والشرب ممنوع. ماذا؟ ماذا عن هذه الحلوى؟ أوف حسناً سأغادر. هذه القوانين غبية. سأكلها الآن. لحظة، خطرت لي فكرة أفضل. هيا يا رشاة الزينة أمطري علي. ستكون النتيجة مذهلة. سأنهض الآن، هذا يكفي. أنا جاهزة. مكياج من رشاة الزينة. سأعود إلى الحفلة. أنا مستعدة للدخول الآن. واو تبدين رائعة، تفضلي. هذه الموسيقى رهيبة، هل ينظر إلي أحد؟ حان وقت تناول الحلوى. لذيذة، ولا أحد يعرف أنها حلوى. يمكنك الدخول. هل تحاولين تهريب أي مكياج؟ كما توقعت. مصحح، يمكنك الاحتفاظ به، لكن المانيكير ممنوع بتاتا. هيا انصرفي. إنها لئيمة. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل ستنجح هذه الحيلة. سأفتح علبة المصحح وأسكبه في هذا الوعاء. سأضعه جانبا. حان وقت المانيكير. سأسكبه بحرص داخل العلبة. هكذا، هذا اللون جميل. هذا يكفي. سأعيد الغطاء هنا. انتهيت. لن تلاحظه أبدا. مرحبا، كيف الحال؟ إنها فرصتي. سأضع المانيكير على أظافري. أجل، اللون يناسبني تماماً. واو، كيف أدخلتي هذا المانيكير؟ بالتهريب. ما هذه الرائحة؟ إنه المصحح. انتظري، هل معك أي أكل؟ أوه، لماذا تأخرت؟ أين هي؟ مفاجأة، أنا هنا. عيد ميلاد سعيد. مرحة، هيا لنذهب. حقا اللافتات واضحة، من المستحيل إدخال هذه الكيكة. ماذا؟ هذا ظلم. لحظة، تعالي معي. انظري، حولت الكعكة إلى قبعة. واو، ما أجمل شكلها. شكرا على الهدية، لنذهب. أنتما مجدداً، ألا تزالان تحاولان تهريب الأكل؟ سأتفحصكما جيداً. أوه، قبعتك ظريفة. حسناً، يمكنكما الدخول. مرحى، نجحنا، لنستمتع بوقتنا. أوه، حفلة عيد ميلاد رائعة. لنتناول هذه الكيكة. طعمها حلو. تناولي لقمة. حسناً، سأخذ قضمة كبيرة. طعمها طيب حقاً. ما أروع حفلة عيد الميلاد هذا. توقفي. إلى أين أنت ذاهبة؟ ذاهبة من هذا الطريق. أوه، هذه أنت؟ هل تخفين شيئاً ما في؟ هل الجو حار؟ أم أنا فقط من يشعر بذلك؟ أحضرت حقيبة الإسعافة الأولية هذه فقط، هذا كل شيء. أوه طبعاً، بالتأكيد، يمكنك الذهاب. يا إلهي، كانت مرعبة. أشعر كأني انتهيت للتو من عملية جراحية معقدة كجراح حقيقي. لقد فعلتها، لكنك تأخرت كثيراً. أوه، تلك الطبيبة في المكتب الأمامي، سيئة جداً. لكن لا يهم، انظري ماذا أحضرت لك. واو، تبدو كحقيبة إسعافات أولية من الحلوى. أنت الأفضل بكل معاني الكلمة. شكرا لك. هذه
الشوكولاتة بالحليب شهية المذاق، أرى ذلك فعلاً. أجل، كنت محقة، كم هي شهية. أحب تناول الحلوى، فهي تمنحني دائماً شعوراً أفضل. أوه لا، لم يبقى شيء لأشرب. أوه لا تقلقي، علاجك عندي. هل هذه مزحة؟ هذا مقرف. يا إلهي، شاهدي فقط. أوه لا أريد أن أراك تفعلين شيئا مقرفا، إنها حقيقية. أحضرت علبة كولا ثم أدخلت عفا الحقنة في هذه الفتحة. تمكنت بسهولة من شطف كل الكولا بحقنة الشطف هذه. فكرة ذكية، اسكبي لي إن أردت. من دواعي سروري. في صحتك. منعش، كيف سأصل إلى فمي الآن؟ هاي، توقفي هنا. ما الذي تحملينه بيديك؟ يمنع إدخال الطعام والشراب. لكن صديقتي تشتاق للوجبات الخفيفة. انظري لهذه الإشارات، يريد الناس دائما كسر القوانين. ماذا سأفعل الآن بكل هذه الوجبات الخفيفة؟ وجدتها، سأتناولها جميعا. ها ها، لا تفوح في الوجبات الخفيفة، طريقة تقليدية للتضليل. أحتاج الآن للسير بطريقة طبيعية وأنا أرتدي. حاضرا. مرحبا، أتيت لزيارة صديقتي. عظيم، تفضلي. ما لم يكن معك أي طعام؟ وجبات خفيفة، كنت أعرف أنه لا يوثق به، ليس بهذا المعطف المثير للشبهات. أخرجي، تعرفين القوانين. أواجه يوميا هذا النوع من الأشخاص. سأمشي على رؤوس أصابعي بهدوء قدر الإمكان. لا أرى أي حراس آخرين، وطبيبة نائمة أثناء العمل. تمام، يبدو الطريق آمناً. ما هذا؟ إنذار على الباب. ماذا؟ ماذا يحدث؟ لمن طلق الإنذار؟ لم يخبرني أحد أن الأطباء يتولون الكثير من الأعمال المكتبية. مرحباً، أنا هنا لزيارة صديقتي. رائع، أنت ممتلئة. تفضلي. شكرا جزيلا. انظروا إلي. لا يهم. فيو، وأخيرا نجحت. هاي، كيف حالك؟ اشتقت إليك. واو، ماذا حدث لك؟ تبدين بجسم ضخم. مهلا لحظة، انظري لهذا. ملأت حملة صدري بالكثير من الحلوى. يا إلهي، مستحيل، أعطني إياها. حاضر، تفضلي. ولا تقلقي، أحضرت الكثير منها، حتى أني أحضرت كيسا كبيرا من الشيبس. أنت أفضل صديقة، كنت أشتهي هذا الطعام. شكرا لك. بالطبع، يجب أن أذهب، لكني سأعود لاحقا. شكرا مجددا على الطعام. سأضع هذه الكتب في الخزانة. سأفحص مكياجي بالمعية. هناك بثور على وجهي، لا أصدق ما أراه. سيحل المكياج المشكلة. تبان الجرس، بدأت الحصة. سأحضر كريم الأساس معي للصف. لا، ماذا سأفعل؟ سأهربه. يمكنها رؤيتي؟ يا ويلي، يبدو أني أتوهم. يجب أن أصل إلى طاولتي. هل المكان آمن؟ أجل، نجحت. سأغطي البثور الآن. ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ سلمي. لكني أحتاج إلى إخفاء البثور. لا أكثر، سلميه.
خذيه. أوف، انتهت حياتي. لا تبكي، يمكنني مساعدتك. صمغ، كيف سيساعدني؟ افتحيه، ثقي بي. ماذا؟ إنه خافي العيوب. كيف فعلت ذلك؟ طريقة صنعه سهلة. أحضرت علبة صمغ عادية. أزلت الصمغ ثم أحضرت خافي العيوب. استخدمت سكيناً لقطعه. السكين الكلاسيكي هو الخيار المثالي. ثم وضعته في علبة الصمغ. احتجت إلى ضغطه لتثبيته، وهذا كل شيء. أنت عبقرية! يمكنني تغطية البثور أخيراً! يا بنات، ماذا يحدث هناك؟ واصلنا الدراسة! أوف، متى سأدخل الصف؟ ما هذا؟ هون لا لا لا، الأكل ممنوع! أو لا، إنها غاضبة! ماذا سأفعل؟ لدي طعام أيضاً! لا أريد أن أرمي حلوياتي! سأحاول أكلها كلها الآن! سأحشر كل الحلويات في فمي! انتهيت من الأولى، سأبلع الثانية! أوف، كيف سأكلها كلها بسرعة! طردته من الحصة! لحظة، ربما أهرب هذه الحلويات! سأخلع ربطة العنق، وسأحضر مسدس الغراء الساخن. سأضع قطرات صغيرة على جزئها الخلفي. جيد، سألصق قطعاً من هذا الشريط المطاطي. سأوزعها على كل الربطة من الأعلى للأسفل. سأدخل الحلويات الآن. إنها تتسع لكل الحلويات. سأعيد الربطة، وأظن أنني جاهزة. هل تحاولين إدخال الحلويات مثل الطالب السابق؟ لا أعرف، تبدين مثيرة للريبة. ستكشف العدسة المكبرة الحقيقة. مهلاً، نحن نرتدي نفس ربطة العنق. ذوقنا رفيع. استمتعي بالحصة. نجحت. هل يراني أي أحد؟ كلا، هذا يعني أنه وقت ألواح الحلوى. أي حلوى سآكل؟ أجل هذا، سأخرجها بكل سهولة. سأحتفظ بالبقية لوقت لاحق. حان وقت الاستمتاع بتناول الشوكولاتة. أظن أن طعم الشوكولاتة المخبأة أحلى. أوه، كما أعشقك يا حلوياتي. هولا، إنها تفتش الطلاب. أظن أنها تستخدم عصا سحرية تكشف الأكل. لا، حلواي الجلي. ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني التخلي عن حلوياتي. يجب أن أخفيها في مكان لن تصل إليه. ربما سيتسع لها حذائي. سأضعها كلها تحت بلوزتي. كل هذه الخطط فاشلة. هذه الكتب ثقيلة. لا، الكرة الأرضية. هل انكسرت؟ ماذا سأفعل؟ ابقي هنا أيتها الكرة الأرضية. سأعود حالا. مهلا، يكمن الحل في هذه الكرة الأرضية. حسناً، ستأتين معي. مرحباً يا معلمة، أنا مستعدة للحصة. يجب أن أفتشك أولاً. أمل ألا تكشفني. يبدو أنك لا تحملين أي أكل. يمكنك الدخول. إحضار هذه الكرة الأرضية فكرة جيدة. هل استدارت المعلمة؟ سأفتح الكرة الأرضية وأخذ حبة. سأغلقها بكل سهولة. أجل، أنا أعشق هذه الحلوى. ماذا؟ المكياج ممنوع؟ أوف، هذا التعسف. من الأفضل أن أضعه في خزانتي. وأحضر كتب الحصص القادمة. أوف، هذه الكتب كثيرة. لا، أوقعتها. ماذا الحظ؟ عثرت على نقود. لحظة، خطرت لي فكرة. أحتاج إلى كتاب سميك ومقص لأني سأقص الصفحات. هذا القلب جميل، يتسع للبودرة بشكل مثالي. سأضيف ظلال عيون أيضا. هذه الألوان براقة وجميلة. سألصقها على الصفحة مباشرة إلى جانب هذه المرايا. كم هذا جميل. انتهيت. حان وقت الحصة. مرحبا
طبعاً تبدين رائعة. حان وقت وضع مكياجي. أصابعي ممتازة لتوزيع المكياج. ولن أنسى عيني. هذا أفضل. واو، أنت ذكية. هل يمكنني استعارته؟ شكراً جزيلاً. أوه، لقد جاء شخص ما. يبدو أنها شخصية مهمة. هلّي بإمضائك أرجوكِ. يبدو المكان آمناً. لم أرصد أي تهديدات. لا أصدق، إنها رائعة جداً. هذا مذهل. ماذا يحدث؟ رصدت الخطر. مهلاً مهلاً، انتظر. سأتفهم. تم القضاء على مصدر التهديد. أخيراً. أوه، لا أصدق أني سأدوس على هذا الشخص. أين ذهبت؟ أريد الحصول على إمضائها. شكراً على مجيئكم. أنتم أفضل معجبين. سألقي بقبلة لكل واحد منكم. أوه، ماذا؟ أو لا، أحمر الشفاه. أكره الشفاه البائتة. لحسن الحظ، لدي بديل سري. سأنزع رأس هذا الميكروفون فقط. ها هو أحمر الشفاه السري. سأضع قدر ما أشاء. ممتاز، هذا يكفي. والآن سأعود إلى المسرح. يا إلهي، جاءتني شريكة في الزنزانة. مرحباً. واو، شعرك رائع. أحب هذا الشعر المموج. هذا سهل، سأخبرك بالطريقة. يمكنني فعل ذلك. الطريقة سهلة، جربي الآن. امسكي بخصلة شعر ثم لفيها حول أحد القضبان. تقومين بعمل رائع. هكذا تماما. مستحيل، نجاح. سأحصل على المزيد من الشعر المموج. جيد، هذا كاف. واو، شعري مموج مثلك تماما. نحن رائعتان. وصلت في آخر لحظة. لكنك أحضرت معك شيئا بشعا. ما الذي تتحدث عنه؟ هذه البثرة كبيرة. يا للهول، هذه البثرة بحجم البحر المتوسط. أحتاج إلى الكثير من كريم الأساس لتغطيتها. هل هذا مكياج؟ يا معلمة، اصمتي، أنا أحتاجه. اخرسي أرجوك. توقفي. ما كل هذه الضوضاء؟ أوف يا إلهي. سأغطيها بيدي. من تريد حل المسألة؟ أنا. لا أحد. أنا هنا. حسناً، تعالي للسبورة. ما مشكلتها؟ مهلاً، وجدتها. هل تريدين إخفاء كريم الأساس؟ هزيلي غطاء الممحى ثم اسكبي المكياج في حاوية الممحى. أحضري صمغاً وأزيلي غطاءه واستخدمي المشرة لإخراج الصمغ. بعد أن تصبح علبة الصمغ فارغة، ضعي إسفنجة المكياج. هذا ما أحتاجه بالضبط. وداعا أيتها البثرة. يجب أن أسرع. آمل أن يغطيها بالكامل. فعلتها. انتهيت، اختفت البثرة. لن تضحكي علي الآن. أين ذهبت البثرة؟ أنت تتوهمين. لكنها كانت. أين اختفى مكياجك؟ ربما أحتاج إلى نظارة جديدة. طيب، حان وقت تمرين القرفصاء. هذا ممل بشدة. أريد وجبة خفيفة. تبدو هذه الدونات شهية. لذيذة وطازجة. ما تلك الرائحة؟ أشم رائحة مخبوزات وسكر. ها؟ من أين جاءت هذه الدونات؟ حتماً شممت رائحة شيء ما. أحسنت صنعاً. أوف، كاد يمسك بي. لحسن الحظ أني أحضرت معي دونات ثانية. سأعود لتناول الطعام.
هذه أشهامنا الأولى. ما زلت أشم رائحة الدونات، وأنا متأكد من سماعي لصوت أحدهم يمضغ الطعام. ألانا راودته الشكوك ثانية. مستحيل، دونات ثانية. شكرا لطيور الدونات. هذا تمرين صعب. أشتاق للدونات. تمام، لندخل من هنا. لا نريد أن يعثروا علينا. تمام، حصلنا على الخبز وسنضيف إليه مربى الفراولة. واو، فكرة عبقرية بكل معنى الكلمة. يبدو شهيا فعلا. حقا هو شهي. أجل، انظري ماذا لدي. هكذا، مربى في أمه بمعجون أسنان. ذكي للغاية. وقت تناول الطعام. ها؟ ما هذا؟ توماس؟ تينا؟ أوه لا، إنها أمي، لقد وجدتنا. أظن أنه من الأفضل أن أرى ما يحدث. لنختبئ إنها قادمة. أقسم أني سمعت صوتهما هنا. يحدث شيء غريب. ها؟ ربما كنت مخطئة. ربما علي وضع المرطب بما أني هنا. ما هذا؟ مهلا لحظة، إنه مربى. توماس؟ تينا؟ سيكون في ورطة كبيرة بمجرد أن أعثر عليهما. تمام، يبدو أنها ذهبت. لنعود إلى تناول الطعام. أخيرا، لذيذ للغاية، نستحقه بجدارة. كلا، استيقظي، اخرجي من تلك الحالة. ما زال لدي 3 صفوف. أحتاج إلى القليل من الكافيين. نخبكم. والآن هذا ما أتحدث عنه. من الذي أمازح؟ أحتاج إلى 10 أكواب أخرى. مهلا، هذا جيك. يا له من منظر يسر هاتين العينين الملتهبتين المتعبتين. انظروا إلى ذلك الوجه فحسب. أتساءل إن كان سيلاحظني حتى. هل سيجلس هنا؟ تبدو عيناك متعبتين. ها؟ إلى الهول، هذه الانتفاخات مريعة. لابد أن لدي شيء يمكنه المساعدة. أجل؟ ماذا عن لوح ألوان ظلال العيون؟ هذه مجرد فتات. ماذا لدينا هنا؟ نبات ألوفيرا؟ فلتبدأ اللعبة. شكراً. نباتي أنا. هو هو شاهدوا وتعلموا. هل هذه عبوة طلاء شفاه فارغة؟ املأوها بخليط الألوفيرا. إنه سائل جداً. والآن أعيد وضع الغطاء ثم رجوه جيداً. الآن أصبح هلام الألوفيرا. أليس هذا رائعاً؟ أنت على وشك إنقاذي اليوم أيها الصغير. الألوفيرا رائعة لعلاج العيون المرهقة. إنها مهدئة جداً. وهذا كل ما في الأمر. هذا أفضل بكثير. أو مرحباً يا جيك. ها؟ يا للروعة. هل يعجبك ما ترى؟ ها؟ بالتأكيد. أترين مشاهدة فيديو معي؟ ها؟ يا للروعة. لو حذرتني لكان ذلك لطيفاً. على كل حال، حسناً أيها الصف، هذا اختبار صعب جداً. هل فهمتم؟ هذا درامي جداً. جهزوا أقلامكم. كيف يفترض بي معرفة هذه الأشياء؟ ليس سيئاً. لابد أن هناك طريقة للتحايل على ذلك. حان وقت استخدام قلمي المميز. حسناً أيها القلم المميز للغاية. ها أيها القلم، افحص المعادلات.
ماذا يحدث هناك؟ ماذا؟ مهلاً؟ أجل؟ جيك؟ أوه، آسف جداً على ذلك. يا للأطفال، حظاً سعيداً في المرة القادمة. سأستخدم ما لدي. قم بعملك. عدت إلى العمل يا عزيزي. انظروا إلى ذلك. ما هذا بحق السماء؟ جيك، سلمه لي. لربك. يا للهول، هذا سيء جدا، أليس كذلك؟ لكن هذا كل ما لدي. لم ينتهي ذلك. ألقي لعبة الفقاعات. شكرا، لن أخسر شيئا. أين تلك البقعة المميزة الرائعة؟ بينغو، لنرى ما هنا. ماذا؟ يا للروعة، هذا مذهل. جديا؟ لقد اكتفيت من ذلك. مهلا، سأتخلص منها. ها هي، انتهى كل شيء. مهلا، انظروا إلى طريقة الغش التي تستخدمها ساني. علي الحصول على ذلك. مرحبا، كيف تفعلين ذلك؟ أعطني هاتفك، هذه الحيلة أسهل مما اعتقد. رايت، تفضل. أجل. شكرا، من الأفضل ألا يمسك بي مجددا. يمكنني تمرير الشاشة عبر الحافظة أيضا، هذا الشيء مفيد جدا. هل كلام ممنوع؟ جيد، لقد خدعتها. سنحصل على درجة ممتازة. أتساءل عما سيبدو عليه الخاتم إذا ارتديته. ليس بحالة سيئة جدا. رائع. إنهما مشغولتان باحتساء الشاي، لم يلاحظانا حتى. حان وقت الانتقام. ماذا؟ أنا أفقد وعي. نجحنا، حان وقت التغيير الجذري. ماذا حدث؟ ما الذي نرتديه؟ يا إلهي. الفستان يناسبك تماما. والأحذية، يمكنني الاعتياد على الكعب. وأنت؟ أنا؟ أظن أنه جميل. حسناً، تغيرت القوانين. مرحى. ونرى بوضوح الآن. أظن أنهما لم تسمعا بالعدسات اللاصقة. الفضاء واسع. هو سأتحقق من مكياجي. المعلم أمامنا مباشرة، سيصادر أي مكياج يراه. كما لو أنه سيرى أي شيء بهذه النظارة. ما هذا؟ هل هذا مكياج؟ سأنظف نظارتي. إنه مكياج. هذا ممنوع. مكياج في خلال حصتي؟ أنت يا طالبة، هل المكياج ممنوع في الصف؟ سأصادره. غادر الصف. هذا لا يصدق. حسناً، لقد حذرتها. لا أصدق ما فعله. معلم القرن، ربما عمره قرن. سألقنه درساً. هل سيعجبه هذا؟ خطرت لي فكرة عبقرية. سأحضر القلم الخطاط وأزيل غطاءه الخلفي، ثم سأستخدم الملقط لإزالة الحبر. سأعيد غطاءه الخلفي. سأزيل رأس القلم أيضا. سأسحبه مباشرة. سأحضر ملمع الشفاه ووعاء وأسكب الملمع في الوعاء. سأستخدم المحقنة لجمع بعض الملمع. هذه الكمية كافية، سأضعه في القلم. هكذا انتهيت.
حان دور رأس الملمع، أزيله هكذا. من الجيد أن لدي علبة غراء أظافر، سأضعه على الطرف المكسور. هل الغراء جاهز؟ سألصقه على غطاء القلم. بعد أن يجف سأعيده للقلم. سأستخدم ملمع الشفاء. أنا أعشق رائحته. ماذا تفعلين؟ ستقعين في مشكلة مجددا. ماذا يحدث هناك؟ هذا؟ إنه مجرد قلم خطاط، مسموح به في الصف، صحيح؟ أجل أحتاج إلى تصبيرة. إنها لا تنظر إلي، هذه فرصتي. ما هذا الصوت؟ أولا أولا أولا، أجل، لدي حلوى. ماذا؟ هذا مخالف للقوانين، لا أصدق أنك تجرأتي. أعطني إياها. حان وقت الطباشير. يبدو أنها لا تحب الحلويات. يا للهول، ما الذي تفعله؟ هل تأكل الطباشير؟ هل أنت مصدومة؟ سأشاركك سرا. أحضرت عصا بسكويت وغرست المارشميلو فيها. يمكن لهذه العصا حمل أكثر من حبة. 4 حبات مارشميلو، سأضعها في العلبة. تبدو مثل طباشير عادية. هل تريدين حبة؟ واو، شكرا جزيلا، هذه فكرة ذكية. يا إلهي، وقعت قطعة الطباشير الصغيرة. تبان، أحتاج قطعة جديدة. كانت تلك آخر حبة. ماذا سأفعل الآن؟ ما هذا؟ لديك طبشورة؟ هذا عظيم. ماذا؟ لا، إنها لي. بسرعة سأكلها كلها. يا للهول، لابد أنها تتضور جوعا، يجب أن أنقذها. خذي، كلي لوحة شوكولاتة. هل المكان آمن؟ حان وقت ظل العيون. المعذرة، أنت تعرفين القواعد. سلميه حالاً، عودي للعمل. يبدو مثل لوح ألوان، صحيح؟ استبدلي الألوان بالمكياج، إنها بنفس المقاس، أترين؟ لن يكشفك أي أحد. وباستخدام الفرشاة، ضعي ظل العيون. أترين؟ هذا رائع. انتهيت. خذي جربي بكل سرور. حسناً، هل كل شيء جاهز للاختبار؟ ادخل الصف. رائع. كيف حالك يا ساني؟ لدينا اختبار اليوم، أليس كذلك؟ من الجيد أنني أتيت مستعداً. مرحباً. لا يهم، هذا كل ما احتجت إليه. حسناً، أعتقد أن هذا أفضل وقت لتناول وجبتي الخفيفة. لأبدأ بتقطيعها. ما كل هذا القصد؟ قلمي رصاص. لماذا يحدث لي ذلك دائماً؟ أتمانعين إعطائي هذا؟ أهلاً. أراهن على أن هذا سينجح. من يحتاج إلى مبرات أقلام الرصاص حين تكون معه أداة مفيدة كهذا؟ هذا ينجح، رأيتم؟ موديل أصبح جيداً كالجديد. ها نحن. جيك، بقي القليل من التظليل هنا. ما هذا بحق السماء؟ مرحباً، هذه من أجلك. يا إلهي، هذه أنا. هذا أشبه بالنظر في المرآة. على الرحب والسعة. شكرا لك. إذن تعجبك لوحاتي، أليس كذلك؟ إن الوقت لإخفاء علبة البودرة. سأضعها تحت التنورة، ثم أستخدم رباطا مطاطيا، مثبتة جيدا وأنيقة. قفي هنا، لا تحملين معك أي ممنوعات، أليس كذلك؟ يبدو الوضع مطمئنا. حسناً، لا بأس، يمكنك الدخول. مرحباً، لا أصدق، أحضرت لك شيئاً.
ماذا أحضرت لي؟ ظلال عيون. حسناً، يجب أن أذهب. أوه، لم أرى مستحضرات المكياج منذ زمن بعيد. أشعر بتحسن كبير بالفعل. يوم دراسي جديد. بيتي، هذه القلادة براقة. أوه، إنها جديدة. العقول العظيمة تفكر بنفس الطريقة. هذا غريب. بلا، انظري هنا، إنه مجرد تمويه. هل ترين؟ إنه أحمر شفاه. المكياج ممنوع، ألا تذكرين؟ هذه فكرة ذكية. هل تريدين صنع واحدة مثلها؟ قصي قطعة من أحمر شفاهك المفضل، ثم أذيبيها بالكامل واسكبيها في علبة صغيرة. هذه الكمية تكفي. أحضري الآن قلادة كبيرة كهذا، وضعي بعض الغراء على ظهرها، ثم ألصقي العلبة قبل أن يجف الغراء. أليست حيلة رائعة؟ ها نتاليا، ما الذي يحدث هناك؟ كما لو أننا توائم. كان ذلك وشيكاً. عذراً، من أنت وماذا تريدين؟ أحضرت هذا كله لسجينة؟ بالطبع لا، المكياج ممنوع. حسناً، هذا ما يسمح بإدخاله فقط. والآن اذهبي قبل أن أغضب. كيف ظنت أن بإمكانها إدخال هذا؟ أعتقد أن بإمكاني عصر المزيد من الشاي. مرحبا ماندي، تعالي إلى هنا. أنا؟ حسنا، أنا قادمة. أحضرت صديقتك هذا لك، وبالطبع لا يمكن إدخال صندوقي من بين القضبان. حسنا، سأساعدك. شكرا على المساعدة، تصرفي بأدب. ماذا لدي يا ترى؟ ورق مرحاض ومعجون أسنان، هذا كل شيء؟ واو، مهلا اللحظة. واو، مستحضرات تجميل مهربة. سأرى معجون الأسنان. كان عليها قص معجون الأسنان بالمقص، ثم تخلصت من كل المعجون الذي بداخله لكي تملأه بأي شيء تريده. وفي هذه الحالة اختارت كريم الأساس السائل، ثم كان عليها إغلاق نهايته من جديد، وهو ما يمكنها فعله بورق الشمع ومكوات الشعر. لقد أغلقته الحرارة، وبالتالي لدي الآن كريم أساس يمكنني استخدامه، وإسفنجات لوضع المكياج. حان الوقت لوضع المكياج. أوه مهلا، أحتاج لهذه الملعقة، يمكنني استخدامها لرؤية انعكاس وجهي كالمرأة تماما. واو، هذا أفضل بكثير. قفي مكانك، المكياج ممنوع. امسحيه عن وجهك. لا، وجهي الجميل. هذا أفضل، استمتعي بالحصة. كمية فظيعة. أوه، أبدو مرعبة. لابد من الاستعانة بمستلزمات الطوارئ. هكذا، هذا أفضل. بيلا انظري إليها، لديها مكياج، أنا أحسدها. هل تشعرون بالملل في المرحاض؟ طالما أن معكم طلاء شفاه عملي، فحيلة تيك توك هذه ستشغلكم. ثقوا بذلك، هذه الحيلة تستحق الانتظار. الآن وقد لونته كله، حان وقت رش رذاذ الماء. هل لم تنبهروا بعد؟ ربما تحتاجون إلى منظور جديد. ها هو، الآن يمكننا التحدث. أما زلتم تشعرون بالملل؟ كم هذا رائع. كيف الحال يا صديقتي المقربة؟ أتودين سماع الموسيقى؟ أوه، هذا رائع. دعيني أنضم إليك. هذه الموسيقى مذهلة. هل نضيف قليلا من الألوان إلى جلسة الاستماع هذا؟ أوه، أنا جاهز. استعداد؟ تصويب؟ أوه، أين المرآة؟ هناك، لنفعل ذلك. أها، أمسكت بها. جاري إبراز الشفتين باللون الأسود. كدت أنتهي. أجل يا جاك، يمكنك فعل هذا. يا للهول، معذرة أيها السيد.
لقد أمسكت بك. لقد أمسكت بنا. توقف يا جاك، توقف. دخلت المعلمة للتو. لم أرك هناك. تعرف القواعد؟ هذا صحيح. يا للهول، ماذا أفعل بذلك؟ أعتقد أن بإمكاني إيجاد حل ما. هل لديكم مكياج لتخفونه؟ غيروا شكله فحسب، ضعوه على هذا لينصهر. لن يستغرق ذلك طويلاً. يبدو رائعاً، أليس كذلك؟ حين ينصهر تماماً، استخدموا سرنجة لتعبئته فيها. إلى الداخل. وحين تمتلئ، يمكنكم نقله إلى هذا الشيء. آمل أنكم لم تعودوا بحاجة إلى هذه الحافظة بعد الآن، لأنها الآن أصبحت حافظة لطلاء الشفاء. بوم! حين يتماسك، يصبح جاهزاً. حان الوقت. حسناً، سلميني إياه يا صاني. حسناً. لم تمهلني الوقت لطلاء شفتي العليا. شكراً لك، الآن حان دوري. لكن أمري لن يكون مكشوفاً. حيلة ذكية، ليس كذلك؟ وسأتمكن من طلاء شفتي العليا. الشكل رائع فعلاً في الحقيقة. ملا، أنت عبقرية يا صاني. واو، أحمر شفاهي هذا مذهل. ماذا؟ هل هذا سعره؟ مستحيل، لا يمكنني شراؤه. ماذا لو أخذته؟ ثم يمكنني اصطحابه إلى منزله الجديد. هل تظنين نفسك قادرة على سرقته بهذه السهولة؟ استمتعي بوقتك في السجن، كما أن المكياج ممنوع في هذا السجن. هل يمكنني إجراء مكالمة من فضلك؟ أنقذيني، أنا عالقة في السجن دون مكياج. يستحيل أن أسمح بحدوث هذا. حان الوقت لمساعدة أعز صديقة. هيا بنا يا مستحضرة التجميل، أمامنا عملية إنقاذ. لا أتحمل غياب مستحضرات التجميل. جاهز. حسناً، لنجرب هذا. هل تمزحين؟ هذا لا يعمل أبداً. أوبس، عذراً، أنت بحاجة لهذا المفتاح. ماذا هناك؟ حالة طارئة؟ علم، سآتي حالاً. هاي، تعالي. يا إلهي، لا أصدق أنك هنا. انظري، يوجد في المفتاح أحمر شفاه. رائع، هذا اللون هو المفضل لدي. تبدين رائعة. أوه، لقد عاد. حسناً، أعطني ذاك المفتاح. شكراً، يمكنك المغادرة الآن. هاي، مهلاً. هل كانت كل تلك خدعة؟ أوقفوا صانع الأقفال. على الأقل حصلت على أحمر شفاه. كل الحلويات جاهزة، أظن أن هذه الكمية تكفي. كلا، الأكل ممنوع. لا، حلواي الحلوة. هذا صحيح، لا مكان لحلواك هنا. طبعا ذابت كل الحلوى. لحظة، ربما سيساعدني مشبك الشعر. هجل، أظن أن هذه الحيلة ستنجح. سأفرد الحلوى بهذا الشكل، ثم سأستخدم المسطرة لتقطيعها. شقان في اتجاهين مختلفين. سأخذ واحدة من الزوايا، ثم سأرص كل القطع. هكذا حصلت على رزمة كاملة. حان وقت لفها. جيد، سأستخدم الآن المسطرة. سأقصها من المنتصف. ممتاز، أنا جاهزة. سأحاول العودة إلى الحفلة الآن. يجب أن أتفحصك. لا شيء، لا شيء. ما هذا الشيء على شعرك؟ مجرد مشابك شعر. يمكنك الدخول. رائع، نجحت في الدخول. حان وقت الأكل. إنها لذيذة، سأحتفظ بالبقية لوقت لاحق.
حان الوقت لإخفاء حلويات الشهية. سيكون هذا شريط سلاح سريا. سأضع الشريط اللاصق على طول البطانية. تمام، حان وقت إخفاء الحلوى. أجل، أنا في غاية الذكاء. أوه، أحدهم قادم. يبدو أنه نائم. كم هو جميل كأمير صغير. ها؟ ما هذا؟ أمي أحبك، أنت أفضل أم. أوه، أنت لطيف للغاية. أوف، كادت تكشفني. طيب، أحلامك سعيدة. سأطفئ المصباح. هل ذهبت؟ أخيراً، حان وقت تناول الحلوى. أعطني الحلوى التي معك. ما هذا؟ وحش تحت السرير. سأختبئ تحت البطانية ولن يصل إلي. من السهل خداعك. تينا، طيب، أتقنت الدور. إليك بعض الحلوى. واو، الكثير من حبيبات الحلوى. لا أصدق أني أخذتك لهذه الدرجة. واو، انظروا لكل هذه الحلوى. لا يمكنني الحصول عليها بيد الوحش هذه. تمام، لا بأس، خذي. ياي، حلوى شهية. هذا الفيديو رائع، ويمكنني فعل ذلك. مستحيل، لقد سقط، إنه أحمق. توماس، من أين حصلت على هذا الشراب؟ لا تقلقي، إنه عصير نباتي وليس كولا. طيب إذن. واو، إنها تراقبني دائما. من حسن حظي أني أخفيت بهذا الكوب. يجب أن أتحقق من أن شراب كل النباتات تمام. بالحديث عن الشراب، أشعر بالعطش. سأخذ رشفة صغيرة، لن يمانع بذلك. لا، أمي، انتظري. لا، أمسكت بي. واو، هذا الشراب النباتي شهي. عرفت الآن سر حبك لشربه. أخذت شرابي لها. لحسن الحظ لدي واحد إضافي. انظروا، نهضة ثانية. ها هي حقيبتي، فتشيها. دعيني أرى. حسناً، يمكنك الدخول. قف مكانك، دعني أتفحصك. هي للهول. عمليات، لدينا حالة طارئة، أخرجوه من هنا. إنه يحاول تهريب المكياج على خده إلى الصف. مرحبا، إنه وقت المكياج. أحتاج إلى بعض أحمر الشفاه. القليل يكفي. هذا أفضل. بنت، ما رأيك؟ إنه جميل، كيف تمكنتي من إدخاله؟ انظري، حذاء أحمر الشفاه. خذي، جربيه. هاي، تعالي واجلسي بجواري. هاي، شكرا لمجيئك لزيارتي. هل يمكنك أن تحضري لي شيئا لأشربه؟ انظري لهذا. لا أريد شرب ماء حوض السمك. سقي بي وسري بي. انظري، أحضرت أيضا مصاصاتي لنا. راقبي ما سأفعله. شهي جدا فعلا، لا تكوني جبانة. كلا، شكرا. صدقيني، انتظرت حتى نامت الطبيبة المناوبة.
وعندما أصبح طريق آمنا نفذت خططي. تعلمين كم أنا بارعة في إخفاء الأشياء. صدقيني لو كان إخفاء الأشياء رياضة أولمبية لفزت بالميدالية الذهبية، لكنها كانت نائمة ولم تلاحظني عندما أخذت وعاءها. كانت هناك لحظات عصيبة فعلا لن أنكر، لكني حصلت على الوعاء وأخذته من المكتب. فقد تركت الأشياء الموجودة بداخلي على الطاولة، وبعدها كان الأمر كله متعلقاً بالتخفي. ولقد أخبرتك للتو كم أنا بارعة في ذلك. كان ذلك الجزء الأصعب، وكل شيء بعده كان سهلاً. وعندما عدت إلى هنا أمسكت بزجاجة المشروب الغازي التي كنت أخفيها، وهي من نوع سبرايت المفضل لدي، لكنها تبدو أيضاً مثل الماء. فرغت الزجاجة بالكامل في الوعاء، ثم حان وقت الجزء المبتع الديكور. واو، فعلت هذا كله من أجلي؟ بالطبع، لكني أريد أيضا مشاركتك للسبرايت. الدرس التالي في غاية الأهمية. هل تضع بيلا ملمعا للشفاء؟ سأضع حدا لهذه المهزلة. ممتاز، والبقية؟ أوف، حسناً، لابد أنه سقط في جيبي بالخطأ. البقية؟ أظن أنك تتحدثين عن هذا اللوح. هذا كل مكياجي، كدت أنسى هذا. هل أنت سعيدة الآن؟ طبعاً. وأنت يا بيتي؟ هل هربت أي مكياج؟ أنا؟ هذا كل ما أحمل. أنت طالبة مثالية. لنعود إلى درسنا. أوف، من حسن حظي أنها لم تدقق النظر. لو انتبهت للاحظت أن الألوان مكياج متنكر. ما نوع هذه الألوان؟ لصنعها استخدمي المشرة لقص الغلاف. هزيلي اللون الشمعي، وضعي قلم المكياج، ثم استخدمي الغراء الشفاف لإغلاق الغلاف بسرعة قبل أن يجف الغراء. جيد، بقيت خطوة واحدة فقط. يجب أن أخفي كل الأجزاء الخشبية، ثم سأعيد القلم إلى العلبة. هذه الحيلة عبقرية يا بنات. نحن ندون الملاحظات. لا بأس إذن. الحصة مملة لأقصى حد. ما هذا؟ بسبب مخالفتك للقواعد سأعطي كامل الصف اختبارا مفاجئا. أوف، يداي جافتان من الطباشير. يا للهول، لدي كريم لليدين. لكن هل سأكون منافقة؟ هذا أفضل. يا لوقاحتها، هل تستخدم الكريم؟ لا، هذا سيء. عار عليك، يجب أن تعاقبي. أرجوكما، أنا إنسانة، لا يستحق الأمر كل هذه المجازفة. أو ربما أستطيع استخدامه بطريقة غير مباشرة. هل لديك عبوة غراء؟ هزيلي كل الغراء عنها. لا أحد ينظر، صحيح؟ حان وقت المكون السري. يبدو كريم اليدين مثل الغراء. وانتهيتي. يا لها من حيلة ذكية. يا لها من حيلة ذكية. ستصبح يداي ناعمتين. ما أجمل هذا الشعور. هل تضع غراء على يديها؟ هذا الكريم رائع. حان وقت الجولة الثانية. هل فقدت صوابها؟ لا شيء هنا. لا أستطيع النوم. وجدت ما قد يساعدني. وقت التسلل. يبدو المكان آمناً. من الأفضل أن أسير على رؤوس أصابعي بهدوء. لا، كلا، قلت أريد قطاعة العشب الكبيرة. كان ذلك وشيكاً. شبح المطبخ. اهدئي، انظري للحلوى، انها هنا.
وماذا تفعلان أنتما الاثنان؟ كانت فكرته، أقسم لكما. أنا هنا لزيارة صديقتي. انظري لنفسك، أنت متواردة بالحيوية. شكرا لك، أنا في غاية السعادة، هل يمكنني الدخول؟ بالطبع يا عزيزتي، اتجهي للأمام مباشرة. يا إلهي، ماذا؟ أنت ضخمة جدا، في الشهر كام؟ ها ها ها، لما أنت مصدومة هكذا؟ اهدئي، إنها مجرد وجبة خفيفة أخفيها تحت ملابسي، تفضلي. أوه شكرا، لكن احرصي على إخفائها بحيث لا يراك أحد. لنرى، أين المريض التالي؟ لا تقلقي يا بطل الوجبات الخفيفة، سأحميك. أوه حتما إنها هي، تعالي معي سيدتي. أوه لا لا، حتما هناك خطأ. أوه لن ينتهي هذا على خير. آسفة، أعتذر، لم أكن أقصد تكبير مقلب. لم يصدق أن رأيت فحص سونار بهذا الشكل، سخيف جدا. هاي حلوى مجانية، لا بأس لو أخذتها. هذه الرسوم الهزلية مضحكة فعلا. هل هناك أحد في الجوار؟ سأتناول القليل من الحلوى. أبي أين أنت؟ تبا الأطفال قادمون. هل يمكنك مساعدتي بتعليق هذه الصورة في غرفتي؟ أرجوك لن يأخذ من وقتك الكثير. تمام لا بأس، أعطني مطرقة ومسامير. مرحى، شكرا لك. أوه فاكهة، يمكنني تناول القليل منها. ماذا؟ يخفي الحلوى، يبدو أن حلوياتي أصبحت لي. تمام بهذا المستوى. أوه لا لقد عاد. تمام يا تينا، علقت الصورة. شكرا جزيلا، أنت أفضل أب. أصبح فتاة غريبة أحيانا، سأعود للاسترخاء. من الأفضل التحقق من خلو المكان. اختفت الحلوى. تينا، طالما أنكم تضيفون هذا أولا سوف أنتما بحقكما، هذا مهم، انتبها. أنتما لماذا لا ينصتان؟ دائما ما يضحكان، انظروا إلى تلك الابتسامات، هذه الابتسامات العريضة، لا يمكنني تحمل ذلك أكثر، كفى. يسرني أني جذبت انتباهكم الآن، لكن لذلك ثمن. يبدو أن هذا مؤلم، لا يمكنني الاستراحة اليوم. هذا مؤلم أيها المسكين، ربما يمكنني المساعدة، رأيت هذه الحيلة ذات مرة على تيك توك. سيدي أيمكنني المساعدة؟ أعطني يدك، يبدو هذا سيئاً، لكن القليل من الصامغ سيفي بالغرض، الآن نحتاج إلى أن يجف فحسب. هل أنت مستعد؟ كل ما نحتاج إليه هو نزعه جيداً، أرأيت؟ كان ذلك مدهشاً، تستحقين كأساً على ذلك، تفضلي. لقد فزت، انظر إلى ذلك. أحسنت يا صاني. هل سبق وتناولت طعام سرا في المستشفى؟ أخبرنا بذلك في التعليقات، ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة الأخرى.